بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حنان يا منان يا هادي. السورة تختم بكلام المولى اللي حظ على الإيمان والتقوى يعني يتجنب إغضاب الرحمن خضر ما تنساش ربي قوله فلما آسفونا انتقمنا، يعني تختار إغضاب ربي على ما عمل خمام رب آخر مش يدفع عنك، أنت غضبت وفماش داعي خالقي نغضبه ولي أمر نغضبه معلم نغضبه مدافع عني نغضبه، أي ثبتوا روحكم. إذا كان إبليس مشاكم يبالكم اللي أنتم تحسينا صنعا رغم قلوكم أنتم أنتم مفعول بكم من طرف الشر الخلق وهو إبليس اللعين المطرود من رحمة الله، لمودي يعني ملعون ولبني مطرود. وانتم اذا كان تحبوا تستفادوا تعلموا وسمعونا، رانا ما نريد لكم الا الخير، ولك شبه يائسنا من ايمانكم واستقامتكم، مش معناه مش قادرين ننفع فيكم بالدعاء، لعل في بعض فترات يلهمنا ربي في لحظه الاستجابه، فربي يهدي منكم وربما يفوتنا في الهدايه، وهذا ليس على الله بعزيز. والسلام.